الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي. طبعا برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. أكيد كلنا طبعا شفنا امبارح وتابعنا مباراة نادي الأهلي والإنتاج الحربي، المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي من غير أي أهداف، وكلنا شفنا قد إيه نادي الأهلي تعرض لظلم كبير جدا من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين والمساعدين بتوعه كمان. يعني لما يكون لينا ضربة جزاء في أول 6 دقايق بس من المباراة واضحة جدا، واضحة وضوح الشمس وما تتحسبش، مع ان طبعا زي ما انتم شفتوا او زي ما انتم شايفين دلوقتي قدامكم لاعب الانتاج الحربي كان خلاص قرب يجيب لازارو ولمس اكتات بلغه المصارعه كده زي ما بيقولوا. اكيد الكره دي لو كانت اتحسبت طبعا كانت اكيد هتغير من اللقاء ومن سير اللقاء، لانها هتكون طبعا بدايه مبكره للاهداف. مش بس كده، كمان الحكم لغى هدف صحيح 100% باشاره من المساعد بتاعه بتاع التسلل. ولو ركزنا كمان كده شويه في لقطه الهدف هنلاقي يعني ما فيش اي لاعب من النادي الاهلي موجود في وضعيه التسلل ولا واحد بس فيهم. الاخطاء دي اكيد حرمت النادي الاهلي ان هو يحقق الفوز وكمان يحصد ال3 نقاط اللي كانوا اكيد هيخلوه ينطرد بقمه الدوري المصري الممتاز، وهيخلوه كمان في اريحيه اثناء لقاءاته في دوري ابطال افريقيا. الاخطاء طبعا وارده جدا في كره القدم، دي حاجه طبيعيه، بس مش بالشكل ده، يعني ده كتير جدا. الاهلي مش عايز اي حاجه غير ان هو ياخد حقه بس، مش عايز اكتر من كده. النادي الاهلي مش عايز غير العدل التحكيمي اللي طبعا اخطاه للاسف خسرته 4 نقط في الاسابيع الـ5 اللي اتلعب فيها الدوري المصري الممتاز. طيب ننسى شويه الكلام عن مباراه امبارح والدوري المحلي، ونروح بقى لقرعه ربع نهائي دوري ابطال افريقيا اللي هتقام ان شاء الله النهارده الساعه 7 مساء. بالتاكيد كلنا هنتابعها وهتكون طبعا محل اهتمام كل الاهلاويه اللي عايزين يعرفوا مين اللي هيقابل النادي الاهلي في دور الـ8 ان شاء الله. هل هيكون وفاق سطيف؟ هل هيكون حرية كوناكري الغيني؟ ولا بريميرو دو اوغستو الانجول؟ طبعا نتمنى ان النادي الاهلي، يعني احنا ما عندناش مشكله نقابل اي حد اكيد، لكن نتمنى النادي الاهلي يكون بعيد عن المواجهات العربيه زي ما اتكلمنا كذا مره. المواجهات العربيه بيكون فيها شويه حاجات كده ملهاش لازمه يعني في الوقت ده. طيب نروح بقى للحدث الاهم طبعا النهارده، هو ترشيح محمد صلاح ضمن القائمه النهائيه لجائزه افضل لاعب في العالم مع كريستيانو رونالدو ومع مودريتش، زي طبعا ما اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، وكمان ترشيح هدفه في ايفرتون في البريمير ليج في الموسم اللي فات لجائزه بوشكش كافضل هدف في العالم. تعالوا نشوف دلوقتي معاكم الفيديو اللي نشرته قناه الفيفا عن ترشيح الـ3 لعيبه. على العموم هنناقش طبعا كل الكلام ده واكتر خلال حلقتنا النهارده في كلام في الميديا. ضيفنا النهارده هيكون الاستاذ عثمان سالم مدير تحرير جريده الاخبار. بالتاكيد طبعا برضو هستنى مشاركاتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام، بالاضافه لهاشتاج البرنامج كلام في الميديا. سريعا هنبتدي حلقتنا باهم العناوين. مؤامرة تحكيمية مكتملة الأركان على النادي الأهلي، أخطاء نور الدين القاتلة ومساعديه تحرم الأهلي من الفوز. الغضب يجتاح السوشيال ميديا بعد مهزلة مباراة الإنتاج. كل خبراء التحكيم الأهلي تعرض لظلم مبين. يوسف احنا الاهلي ومش عايزين اكتر من حقنا. اليوم قرعه ربع نهائي دوري الابطال. كارتيروني يصرح لن اتنازل عن العرش الافريقي ولا نخشى احد. البدايه دايما بتكون مع اهم اللي اتقال على النادي الاهلي في الجرايد. الأهرام المسائي الأهلي ينزف بفعل فاعل تعادل مع الإنتاج سلبيا في ليلة سقوط صفارة نور الدين. أخبار الرياضة إبراهيم نور الدين يحرم الفريق من الفوز، عجلة الأهلي تتوقف عن الإنتاج الحربي بفعل فاعل. الأخبار المسائي الأهلي محتار مع مختار، الأهلي يسقط في فخ التعادل في مباراة الأخطاء التحكيمية. الأخبار إقطار الأهلي يتوقف بتعادل سلبي مع الإنتاج الحربي. المسا إنتاج الأهلي 0، مهاجموه أهدروا كل الفرص، وفريق مختار خطف نقطة التعادل. كارتيرون فعلنا كل شيء في كرة القدم إلا تسجيل الأهداف.
الوطن منافسات شرسة تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا. وفاق سطيف صعد من عنق الزجاجة حورية كوناكري الحصان الأسود تحت قيادة فرنسية وبريميري دي أوغوستو. حلم أنغولا في مواصلة المفاجآت. الأهرام المسائي أيام التحدي باتريس كارتيرون، لن أتنازل عن العرش الإفريقي ولا نخاف سطيف. أخبار الرياضة، يوسف وعدلي يحضران قرعة ربع النهائي، الأهلوية يفضلون بطل غينيا ويرحبون بوفاق سطيف. روز اليوسف تعديل لائحة الأهلي برعاية بيبو. مجلة الأهلي، الأهلي سبتمبر 28 لاعتماد لائحة المستقبل. زي ما شفتوا أكيد كل الجرايد أجمعت أن النادي الأهلي تعرض لظلم تحكيمي بين زي ما قلنا، وأن التعادل طبعا كان غير عادل بالنسبة للنادي الأهلي. وكمان قالت جريدة الأهرام المسائي أن الأهلي بينزف بفعل فاعل، بالتأكيد طبعا الفاعل معروف هو مين. وقالت كمان أن التعادل ده كان في ليلة سقوط صفارة نور الدين، تتكلم طبعا عن الأخطاء التحكيمية للحكم إبراهيم نور الدين ومساعديه كمان في اتخاذ القرارات المصيرية اللي أضرت بالنادي الأهلي أكيد. وبنفس المعنى برضو قالت أخبار الرياضة أن إبراهيم نور الدين حرم النادي الأهلي من الفوز، وأكدت على معنى إيقاف مسيرة النادي الأهلي بفعل فاعل برضه. في الأخبار المسائي كمان وصفت المباراة بمباراة الأخطاء التحكيمية، وكمان كان معانا أخبار ومنشطات عن قرعة ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا واللي هتقام إن شاء الله الساعة 7 النهارده. برضو كمان قالت الوطن أن النادي الأهلي بينتظر منافسة شرسة جدا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، سواء قابل وفاق سطيف الجزائري واللي صعد طبعا من عنق الزجاجة بعد ما جمع 8 نقط في المجموعة من هزيمتين متتاليتين في أول ماتشين ليه، وبعد كده طبعا جمع 8 نقط من الأربع مباريات التانيين، أو من حورية كوناكري الغيني اللي بيعتبر الحصان الأسود واللي قدر طبعا أن هو يصعد بحصوله على المركز الثاني في المجموعة على حساب سان داونز الجنوب أفريقي. أو ممكن برضو النادي الأهلي يقابل بريميري دي أوغوستو بطل أنغولا واللي جمع 9 نقط من فوزين وثلاث تعادلات، وقدر أنه يتعادل مع النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الأول في مجموعته في مباراة الذهاب ومباراة الإياب. بالنسبة للأهرام المسائي قال أن كارتيرون قال ان هو مش هيتنازل عن تحقيق حلمه بان هو يحقق لقب دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي، وان الفريق البطل ما يهموش هيقابل مين. واكد كمان ان النادي الاهلي فريق كبير وما بيخافش من مواجهه اي فريق تاني بعينه، فكل الفرق بالنسبه له سواء. كمان روز اليوسف قالت ان طبعا الحدث الاهم في الايام دي داخل جدران النادي الاهلي هو اعتماد اللائحه الجديده للنادي الاهلي، اللائحه الاساسيه. قالت روز اليوسف ان اعمال ومناقشات تعديل لائحه النادي الاهلي بتتم بصوره كويسه جدا وبصوره نموذجيه تحت رعايه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. في مجلة النادي الأهلي كان العنوان 28 سبتمبر لاعتماد لائحة المستقبل، بالتأكيد طبعا النادي في حجم وعظمة النادي الأهلي لازم يكون عنده لائحته الخاصة واللي طبعا هيقرها أعضاء جمعيته العمومية. ده كان الكلام اللي اتقال في الجرايد النهارده، او اغلب الكلام اللي اتقال في الجرايد النهارده عن النادي الأهلي. نروح بقى دلوقتي معاك ونشوف ايه اللي اتقال عن النادي الأهلي في مواقع الانترنت. في الجول وسط جدل تحكيمي، الأهلي يحتفظ بصدارة مرة بتعادل ضد الإنتاج. يلا كورة، الإنتاج يعرقل الأهلي في لقاء الأخطاء التحكيمية. أخطاء الحكم القاتلة ومساعديه تحرم الأهلي من الفوز. سمير عثمان، أخطاء الحكام أثرت على نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج. يلا كورة، كارتيرون نستحق الثلاث نقاط وهنأت اللاعبين على الأداء برغم التعادل. الموقع الرسمي للنادي الأهلي محمد يوسف، تعرضنا لظلم كبير أمام الإنتاج الحربي. فيتو مدرب الأهلي لتحكيم مباراة الإنتاج، مش عايزين أكتر من حقنا. يلا كورة، مختار يصرح حكم أصغر من بناتي جعلني أفكر في الاعتزال والأهلي له ركلة جزاء. عبد الفتاح، حكم مباراة الأهلي والإنتاج كان سيء الحظ.
كارسيرون الأهلي جاهز لأي منافس في ربع نهائي دوري الأبطال. في الجول محمد يوسف الأهلي لن يخوض مباريات ودية في فترة التوقف الدولي. الشروق الأهلي يوافق على طلب أزارو بعد مواجهة الإنتاج. الموقع الرسمي للنادي الأهلي معلول يطير لتونس للانتظام في معسكر منتخب بلاده. الموقع الرسمي للنادي الأهلي غدا ورشة الشخصيات العامة تناقش مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. أهلي 2000 يواجه جمهورية شبين وديا غدا. وأهلي 97 يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة المصري. سباحة الأهلي مواليد 2006 تشارك في كأس الاتحاد. هنبتدي اخبارنا النهارده من الموقع الرسمي لنادي الاهلي. وتعادل نادي الاهلي طبعا مع الانتاج الحربي امبارح بسبب الاخطاء التحكيميه الواضحه اللي وقع فيها الحكم الدولي ابراهيم نور الدين ومساعديه هاني عبد الفتاح ومحمد محمود لطفي ومحمد محمود عبد الله حكم رابع ومحمد ابو خاطر وعبد العزيز السيد حكم خامس. الخطا القاتل الاول كان من ركله جزاء سليمه للنادي الاهلي في الدقيقه السادسه من بدايه اللقاء بعد ما تعرض ازارو لعرقله واضحه جدا وشد من مدافع الانتاج الحربي معادل حناوي. والخطا القاتل الثاني كان في الدقيقه 79 من عمر اللقاء بعد مسجل مؤمن زكريا هدف صحيح 100% والغاه مساعد الحكم بداعي التسلل بشكل غريب طبعا، مع ان كل الخبراء التحكيميين في كل حته في مصر اكدوا ان طبعا الهدف ده صحيح وده اللي حرم النادي الاهلي من الفوز ومن نقطتين غاليين اكيد بالنسبه للنادي الاهلي. برضو الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان سمير عثمان الحكم الدولي السابق صرح ان الحالات التحكيميه اللي شهدتها مباراه النادي الاهلي والانتاج الحربي من الحالات السهله وبالذات الاعاقه اللي تعرض ليها وليد ازارو في الشوط الاول جوه منطقه الجزاء واللي طبعا بتعد ركله جزاء واضحه وصريحه بنسبه 100% وان هو على مدار 26 سنه اضاف في التحكيم ما يعرفش ليه ما تمش احتساب ضربه الجزاء دي. وكمان قال عثمان ان ركله جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي وانذار لمدافع الانتاج. وكمان اتكلم ان الهدف اللي سجله مؤمن زكريا اكيد في الشوط الثاني كان هدف صحيح 100% مفيش فيه اي شبهه للتسلل. كمان موقع يلا كوره قال ان اكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي ان فريقه كان يستحق ان هو يفوز قصاد الانتاج الحربي والتعادل ده لا يدل على سير اللقاء. كارتيرون قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراه ان النادي الاهلي كان يستحق الثلاث نقط وان هو حزين جدا بسبب التعادل لان اللعيبه خلقوا فرص كتير وسيطروا على اللعبه بشكل واضح طول احداث اللقاء. وقال ان هو هنأ اللعيبه بعد طبعا ادائهم القوي قصاد الانتاج الحربي برغم التعادل وقال ان دي كوره القدم. طيب فيتو كمان قال ان انتقد كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي واللي بيقوم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي الحكم ابراهيم نور الدين واكد في تصريحاته بعد مباراه النادي الاهلي والانتاج الحربي ان فريقه تعرض لظلم كبير جدا في الغاء هدف صحيح وعدم كمان احتساب ركله جزاء واضحه. وقال نحن النادي الاهلي لا نريد اكثر من حقنا، كنا نسعى للفوز على الانتاج لكن هناك اتجاهات اخرى ولن اقول بانها متعمده. كمان يلا كوره قالت ان صرح مختار المدير الفني للانتاج الحربي لاحدى القنوات الاذاعيه ان النادي الاهلي كان عنده ركله جزاء مؤكده لم يحتسبها ابراهيم نور الدين واللي اكد ان هو لاحظها وهو على مقاعد البدلاء. واكد كمان مختار المدير الفني للانتاج الحربي ان هو فكر ان هو يعتزل الشغل او يعتزل كره القدم او التدريب في كره القدم بسبب تصرفات حكم مباراه فريقه مع الجونه واللي طرده من الملعب. وكانت لجنه المسابقات كمان في الاتحاد المصري كرة القدم قررت ان هي توقف مختار لمدة مباراة واحدة بسبب طرده من ملعب مباراة الجونة في الجولة الرابعة من الدوري المصري ممتاز. وساعتها كان بيقود طبعا مباراة النادي الاهلي والانتاج الحربي من المدرجات زي ما شفتوا. كمان الشروق قالت ان اكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام في اتحاد الكوره ان تحكيم مباراه النادي الاهلي والانتاج الحربي كان سيء الحظ فطبيعي ان يكون في اخطاء في التحكيم والحكم ده بشر وقد يخطا عادي والاخطاء التحكيم مستمره الى ما لا نهايه والخطا لو تواجد فيه نوع من انواع الاهمال فاكيد هيتم عقاب الحكم بشكل ما ولكننا لا نسمح بالتدخل في عمل لجنه الحكام مثلما لا نتدخل في عمل الانديه
الأندية، وفي النهاية بنحترم كل الأندية. دي كانت تصريحاته. طيب كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن كارتيرون صرح وقال النادي الأهلي جاهز إن هو يقابل أي منافس في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. قال باتريس كارتيرون إن الفريق جاهز لمواجهة أي فريق في دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وهتقام إن شاء الله النهاردة قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا الساعة 7 مساء. النادي الأهلي ممكن يواجه وفاق سطيف الجزائري أو حرية كوناكري الغيني أو أول أغسطس الأنجولي. وقال كمان كارتيرون إن النادي الأهلي بيحترم كل المنافسين وإن كل البطولات صعبة جدا، ولكننا قدمنا عروض طيبة في مشوار البطولة الأفريقية، وبمجرد الإعلان عن منافس النادي الأهلي الرسمي في دور الثمانية هنبدأ في دراسة كل كبيرة وصغيرة بتخص المنافس ده عشان نستعد ليه بشكل كويس جدا في ظل طبعا الوقت الضيق قبل خوض مباراة الذهاب. نروح لفي الجول. في الجول نقل التصريح محمد يوسف ان النادي الاهلي لن يخوض مباريات وديه في فتره التوقف الدوري. قال محمد يوسف المدرب العام في النادي الاهلي ان الفريق مش هيخوض اي مباريات وديه خلال فتره توقف الدوري المصري الممتاز، وان الجهاز الفني بقياده باتريس كارتيرون حطوا برنامج تدريبي بدني وفني عشان يقدروا يجهزوا بعض اللعيبه اللي مش بيشاركوا مؤخرا. واضاف كمان محمد يوسف ان فتره التوقف جت في وقت مناسب جدا عشان اللعيبه يقدروا ياخدوا نفسهم بعد سلسله طويلة من المباريات. كمان الشروق قالت ان النادي الاهلي بيوافق على طلب وليد ازارو بعد مواجهه الانتاج الحربي، وبيحصل المغربي وليد ازارو على اذن للسفر للمغرب عشان يقضي الاجازه بتاعته اللي اخذها هناك، لما اخذ طبعا موافقه الجهاز الفني بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون، وهيرجع بعد 3 ايام وهينتظم ان شاء الله في التدريبات الجماعيه عشان يستعد للمشوار الافريقي وللدوري المصري الممتاز. برضو علي معلول ان شاء الله هيطير لتونس بعد عشان ينتظم في معسكر منتخب بريدو، وخلاص هو غادر علي معلول ظهير الايسر لفريق الكوره في النادي الاهلي القاهره، متوجه لتونس عشان ينضم لمعسكر منتخب بلاده، واللي بيستعد لمواجهه سوازيلاند المقرر ليها يوم الاحد اللي جاي في تصفيات امم افريقيا في الكاميرون 2019. برضو الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال بكره هيكون في ورشه للشخصيات العامه تناقش مشروع لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، عشان ان شاء الله لائحه النظام الاساسي دي يوم 28 سبتمبر اللي جاي هتكون محطوطه للتصويت، وده هيكون اكيد برئاسه او بالاشراف تحت قيادة طبعا كابتن محمود الخطيب. طيب نروح للموقع الرسمي برضو للنادي الأهلي اللي بيقول ان اهلي 2000 هيواجه جمهوريه شبين وديا بكره، يخوض فريق نادي الاهلي مواليد 2000 مباراه وديه مع نظيره فريق جمهوريه شبين بكره ان شاء الله الثلاث على الملعب الفرعي في مدينه نصر، ضمن استعدادات النادي الاهلي للمشاركه في بطوله منطقه القاهره اللي هتبدا ان شاء الله 17 سبتمبر الجاري. بالنسبه بقى لمواليد 2004 فهيواجهوا الانتاج الحربي. كمان أهلي 97 هيستأنف تدريباته بكرة استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي. عادل عبد الرحمن منح الفريق راحة لمدة يومين استعدادا طبعا لمواجهة المصري يوم السبت اللي جاي ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري الجمهورية للشباب. وكمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي مكملين أخبارنا منه بيقول إن سباحة الأهلي مواليد 2016 هيشاركوا في كأس الاتحاد تحت 12 سنة طبعا، ده هيكون إن شاء الله النهاردة، وده بعد طبعا تدريبات كتيرة في من منتصف شهر يوليو اللي فات. فاز فريق السباحة كمان النادي الأهلي تحت 11 سنة أولاد بالمركز الأول، بالنسبة للبنات حققوا المركز الثاني. معادنا بقى دلوقتي مع فاصل سريع، وبعد كده هنرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.